كل الشكر استاذ عبد القادر، كل الشكر لكم متابعينا طلابنا الاعزاء، نتمنى لكم اكيد التوفيق. حابب بختام البثوث المباشره، وصلنا ل 43 حلقه من ندوات سؤال وجواب للموسم الثاني، حابب من جديد كرر وقول انه فكره سؤال وجواب، فكره انك تجاوب على اسئله الطلاب، ليست حكرا على منصه المبدعون السوريون، بل هي خدمه للطلاب، بل هي يعني موجوده للجميع ومتاحه للجميع. وهذا الشيء بيخليني اكد وجدد شكري لجميع المدارس العامه والخاصه والمدرسين اللي قاموا ببثوث مباشره خدمه الطلاب، اللي قدروا ايضا يخدموا بس طلاب مدرستهم، يخدموا الطلاب البقيه. كل الشكر لهم والتحيه على هذه الفكره التي تم تعميمها بكل تاكيد. ايضا بالختام راح اشكر طاقم عمل منصه سؤال وجواب بكل تاكيد اللي كان معنا طيله الندوات، طيله الحلقات 43. المشرف العام اكيد الاستاذ عبد القادر نجم، كل الشكر لك. الاخ منتصر بالله حماده بالكنترول، وعبد الباقي الظاهر كان معكم في الاعداد والتقديم، محمد خميس ابو بكر. الى اللقاء ان شاء الله على الدوره التكميليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.